الإسلام والمسلمين. اللهم افتح لنا بالخير واجعل واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرحمن.